ومحمد سلام عليكم. السلام عليكم دكتور سعيد. عليكم السلام يا محمد، اتفضل. حضرتك محمد الشبيني من القاهرة. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا عشان بس وقت حضرتك والبرنامج، انا عندي سؤال صغير بس. انا ليا عمي توفاه الله. ايوه. وكان لي اخين وبنتين، ولدين واختين، منهم والدي المتوفي. اخين واختين. ايوه. الاخين دول منهم والدي المتوفي اللي هو توفى قبل عمي. أيوة. وانا والدي لي ولدين واربع بنات، فهل يا ترى احنا لينا في ميراث عمي ولا ملناش؟ انتوا تبقوا ولاد عمك؟ ولاد اخوه. ولاد اخوه. وهم واحد منهم اخوه، مش ليه اخين؟ ايوه. العم ده لاخين. لاخين. منهم واحد والدي. مات. منهم واحد والدي عايش. المتوفي. واحد مات، واحد. أيوة. عايش. ايوه. مش كده؟ بالظبط. اللي عايش هديله نصيبه، لان ابن المتوفى. كويس. واللي مات له ابناء ولا ملوش؟ اللي توفى والدي اللي هو ليه ولدين واربع بنات. اللي هو والدك اللي توفى؟ والدي توفى قبل عمي. يبقى انتوا هتاخدوا بقى من والدك او من عمك اللي توفى، هتاخدوا نصيب عن طريق الوصيه الواجبه. المفروض يبقى فيه حرمان، لان طالما واحد توفى يبقى اللي عايش هيحجب المتوفى. لكن انت عندك اللي عايش انت منهم، مش كده؟ له ابناء، مش ليه ابناء؟ يبقى اذا انت هتاخد عن طريق انت واخواتك عن طريق الوصيه الواجبه. ناخد كام بقى؟ ناخد النصيب اللي كان ابونا هياخده. يبقى كانوا اخين، هنقسم التركه مناصفه بين اللي مات وبين اللي عايش. طيب هنيجي بقى نقول ناخد مقدار قد ايه؟ قال لك لا يزيد عن ثلث التركه، لان ديت اللي بنسميها الوصيه الواجبه. لمن؟ لفرع من مات في حياتي احد ابويه، يعني جده او جدته. فرع من مات بنخللهم لهم الثلث، لان ممكن يكون ابوهم اللي مات ده قد شارك في عمل الثروه بتاعه الاب اللي هو الجد اللي مات. يبقى اذا بنقرب بينهم وبندي لهم هذا الثلث على اساس بالوصيه الواجبه. طب الوصيه الواجبه دي دليلها ايه؟ دليلها من القران: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف. يبقى انت بقى مش هترث في عم، انت هتاخد نصيب ابوك اللي توفى، هتاخده من عمك. واخد بالك؟